تعد اللامركزية من أبرز مقومات نجاح الدول وتقدمها اقتصاديا، وبعض الدول كالمملكة المتحدة بريطانيا تمنح الوحدات المحلية الأبرشيات والمراكز الحضرية وغير الحضرية استقلالية كاملة في موازنتها المحلية، فتجعل إقرار المجلس المحلي لها نهائيا ولا تتطلب حتى إقرارها من البرلمان، ويبقى للسلطات المركزية فقط حق الرقابة والإشراف على تحصيل الإيرادات أو إنفاقها. إلا أن هناك دولا رغم أن دساتيرها قد نصت على الديمقراطية إلا أنها لا تزال لم تؤمن بتطبيق اللامركزية إلا في شعاراتها التي ترفعها في المحافل ومنها العراق، ذلك ما تحدث به المراقب الاقتصادي ناصر السعدي. اللامركزية الحقيقة أو تطبيق اللامركزية يحسن القدرة على صنع القرار وشوف لها صلاحيات في مناقشة القوانين وتعديلها في أروقة مجلس النواب ومن خلال أعضاء مجلس النواب في المحافظة والحكومة المحلية. منذ عقود والدولة العراقية تزداد هشاشة وتعاني من غياب الاستقرار المالي والإداري والسياسي حتى، وقد ساهمت عدة عوامل في هشاشة البلد ووفقا لمختصين، فأحد تلك العوامل يعود إلى اتباع نظام الحكم المركزي غير المؤسس الذي فشل في إدارة الأزمات والتوترات بين المركز والأطراف، حتى مع تشكيل لجنة تنسيقية بين المحافظات العراقية وإعادة بناء الحكم في العراق على غرار دستوره الديمقراطي الذي يتبنى في جوهره النظام اللامركزي. هنا يوضح الخبير المالي مؤيد سالم. لما عدي أنا كل المحافظات بها إيرادات، إيرادات منافذ أو إيرادات ضرائب أو إيرادات بترودولار، بالحقيقة هذه كلها بها بيروقراطية كلش عالية. الأموال تداور وتسحب إلى الوزارة المالية وفق ويعاد تخصيصها إلى المحافظة من ضمن الموازنة مالتها. يعني أنا بحقيقة قيدتها المحافظة. تبنى مجلس النواب العراقي تشريعين مهمين في العام 2008، وهما القانون رقم 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والقانون رقم 36 لانتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. تضع هذه القوانين العراق على مسار اللامركزية الذي لا يزال قيد التطور، ومع ذلك عجزت إجراءات اللامركزية في معالجة أزمات الشرعية المستمرة وانعدام الثقة في الحكومة وفي معالجة مشاكل الفساد المستشري وغياب الفعالية وعدم القدرة على تحسين حياة المواطنين. أستاذ مادة القانون في جامعة ميسان عمار دعير قال عن ذلك: مجالس المحافظات تعد أبرز أركان نظام اللامركزية الإدارية في العراق. هذا النظام الذي وجد سابقا قبل عام 2003 بتجارب عديدة، وبعد عام 2003 وتحديدا عندما أسس له بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل، مجالس المحافظات هي أمر جدا مهم لتطبيق نظام اللامركزية الإدارية، وهي شأن دستوري قبل أن يكون شأنا قانونيا. ومع ذلك فإن هذه الخيارات لها عيوبها، وقد أخفقت في الواقع في تحقيق الأهداف الدستورية الرئيسية بما في ذلك الحفاظ على وحدة وسلامة البلاد وتمكين المجتمعات المحلية وتأمين الشرعية. الأهم من ذلك أنها مقاربات عجزت في التطبيق التدريجي للامركزية أو تفويض ونقل السلطة داخل المحافظات من المحافظ ومجلس المحافظة إلى مستويات الأقضية والنواحي.